أخرى ويحمل تحديات في الخمسة كيلومترات مع اللقاية في أول أيام هذه المكرمة القالية. وهذه الانطلاقات في ميدان المرموم مع هجن أصحاب السمو الشيوخ الذي تتنافس على الناموس وعلى التحدي. الشوط الثامن الذي أعلنت بداية انطلاقته ليحمل هذه الفية من الجعدان المهجنات اللقاية، ونسير مباشرة إلى المراكز الأولى والمتقدمة في هذا التحدي وهذا الأداء الجميل والرائع هنا في ميدان المرموم. يتقدم في هذه اللحظة شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يقود الجعدان، ويأتي سيف بن أحمد بن خريدة في تضميره، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتقدم هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان الذي يضمره في المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف الانطلاق والتحدي من الوضيحي الذي تقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر الوضيحي الذي ينطلق على المركز الثاني الخليفة بن سالم أو المركز الثالث خليفة بن سالم بالصقعة، هناك يقدم هذه النوعية. ولكن شوف التغيير على المركز الثالث والانطلاق الجميل والاندفاع الرائع هنا هملول لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، يضمر خميس بن عتيج الرميثي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز هنا ياتي براق لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر محمد بن مصلح الحبابي، وتدخل في هذه اللحظة شاهين لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي، وياتي في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل الذي يحمل الواضح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. خليفة بن سالم بالصقعة يتولى عملية تضمير، أما المركز الثامن في هذا الاندفاع والانطلاق يا سلام مهيض تقدم في هذه اللحظة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي، بينما المركز التاسع وصل في هذه اللحظات وتقدم في هذه اللحظة شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي يتولى عملية تضميره، بينما المركز العاشر هناك من الجانب الآخر يتدخل على المركز العاشر اللي هو مثير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيج بن سالم بالعرطي يتولى عملية التضمير. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط وتحديات وادا الجميل في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الذي يحملها ميدان المرموم في صباح هذا اليوم مع سن اللقاية. يتقدم شاهين ويقود المشاركين من البداية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يقود سيف بن أحمد بن خريدة في التضمير إلى هذا الموقع إلى هذا المكان، بينما المركز الثاني ثاني المراكز ياتي في شاهين لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي على المركز الثاني، بينما وصل شعار القرافة هناك مع هذا الاندفاع وشاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي يقود مضمرا ومدربا في هذا الاندفاع، بينما واصل هناك في هذه اللحظات. وشوف الوصول مثير ياتي في هذا الاندفاع ياتي بالأثارة وبالانطلاق الجميل، مثير في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي ابو احمد كذلك متابع ومنطلق مع هذا الشوط. هناك التحرك والوصول من صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري في هذا اي الاندفاع، وهناك براق لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمر محمد بن مصلح الأحبابي في المركز السادس. يا سلام شوف الأداء وشوف التحرك الجميل في مسار هذا الشوط، ومع انحناء الميدان واتجاهنا إلى خط النهاية وإلى الناموس والفوز، ولكن شوف التنافس وشوف الرقص لازال بن خريدة يلا يا سي يلا 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 ما تبقى إلا القليل. يا سلام 1200 وصلناها والله
وصلناها في هذا الاندفاع، ولا زال شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سيف بن احمد بن خريده يقوده في التضمير، مسيطر على المقدمه ولكن ينخطف في هذه اللحظات، ينخطف من قبل شاهين لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. يضمر سالم بن عامر المدهوشي ولكن مثير هناك مثير على المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري وتواجد من صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي على المركز الثالث. ثلاثية جميلة ورائعة في الأمتار الأخيرة وفي التحديات الأخيرة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل. لا زال شاهين مسيطر على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، ولكن مثير حمل الأثارة، حمل التحدي، بدأ بإثارة الشوط وبدأ بانتزاع الناموس والفوز. مثير انطلق بالمركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيج بن سالم بالعرط يتابع مثير بينما شاهين في المركز الثاني لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، وسالم بن عامر المدهوشي ولكن الأمتار الأخير ما بين مثير وما بين شاهين ومثير وشاهين والأمتار الأخيرة، ولكن مثير مسيطر على مقدمة الشوط بجدارة وبأداء جميل. تهانينا من الأعماق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لعتيج بن سالم بالعرطي أبو أحمد كذلك المتمرس في التضمير، تهانينا على فوز مثير بهذا الفوز وبهذا الانطلاق. شاهين وصل في المركز الثاني لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، والمركز الثالث من وصل في المتحد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الرابع أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس اللي فيه شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كان هذا الشوط وتحدياته وأداه الجميل الذي حمل لنا تحديات ميدان المرموم في هذا الصباح وهذا الاندفاع الجميل والتحدي الرائع من حمل الناموس والتحدي. هناك نعود إلى التوقيت الزمني وهذا مثير 7:51 وجزئين من الثانية. تهانينا لاسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لعتيج بن سالم بالعرطي بينما شاهين وصل في المركز الثاني. تعانينا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي 7:52 وجزء واحد من الثانية، بينما المركز الثالث من انطلق كذلك بهذا الاندفاع وقدم أداء جميل. نشوف المركز الثالث هناك على شاشة التلفزيون في هذا الانطلاق المتحد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير 7:54:09 من الثانية. تهانينا والناموس.